اللي برضه من الحكومة ملاحظات كثيرة واعتراضات كثيرة حقيقة قدمناها كإشراقة قانون بشكل مفصل للجنة المالية عن طريق عضو اللجنة المالية من مصطفى القرعاوي، ما تتعلق فقط بالتخصيصات ومحرومية المحافظات وغيره، بشكل الموازنة بشكل عام. الموازنة يعني بها تخصيصات يعني مبالغ بها جدا لبعض وحدات الإنفاق أو لبعض الوزارات. يعني مركزية الموازنة ومركزية هذه الجداول هي اللي سببت حقيقة اعتراضات كثيرة، من ضمنها احنا هذا اللي ثبتناه. يعني انا اتكلم عن 212 تريليون دينار عراقي كان بالامكان تقليل هذه التخصيصات بالمجمل حتى اقلل العجز اللي حاصل، هو 64 تريليون دينار عراقي. ليش؟ لانه الايرادات المتحققة بال 23 هي 147 تريليون، فانا ما ممكن اتجاوز اكثر من هذا. يعني انا هذا ايرادي اللي اقدر احققه خلال هاي السنوات اللي مضت وخلال 2023. فلذلك ثبتنا ملاحظات كثيرة بالاضافة الى محرومية المحافظات وتخصيصات المحافظات، واللي يعني قدرنا إلى حد ما ثبتنا ملاحظات يعني مهنية في هذا الموضوع، وإن شاء الله تعالج بإذن الله.